اكتشاف المعادن الثمينة والثروات الهائلة في الأراضي السورية بات أمراً مألوفاً في الآونة الأخيرة، مع الإعلانات المتتالية عن العثور على كنوز وثروات ضخمة وتماثيل مذهلة في باطن الأرض. فمراكز الأبحاث والخبراء في مجال الثروات أكدوا أن سوريا تحوي في باطنها العديد من الكنوز والثروات الضخمة التي لم تكتشف بعد. لكن مع قدوم العديد من البعثات الاستكشافية والخبراء وتنافس الشركات الكبرى كذلك على التنقيب في الأراضي السورية، تمكن البعض منهم من العثور على كميات هائلة من الذهب والألماس في منطقتين في سوريا. فما القصة؟ بعد دراسة طبيعة التربة والأرض في عدة مناطق في سوريا، تبين للخبراء أن هناك كميات هائلة من المعادن النفيسة، لا سيما الذهب والألماس، ولكن لم يتم اكتشافها حتى الآن في العديد من المواقع في سوريا. تلك المناطق حددها الخبراء في منطقتين سوريتين، وصفوهما بأن الثروات التي بداخلهما كفيلة برفع ترتيب سوريا على سلم الاقتصاد العالمي، خاصة أن الثروات غير المكتشفة عبارة عن ذهب وألماس ومعادن ثمينة ونادرة مطلوبة عالمياً. فالخبراء أكدوا وجود مخزون ضخم من الموارد الطبيعية مثل الذهب والألماس في باطن تلك المناطق، لكن تلك الثروات بحاجة إلى من يستخرجها، وذلك باستخدام أدوات حديثة ومتطورة لا تملكها سوريا في الوقت الحالي. وهذا يبرر سبب تسابق الشركات العالمية الكبرى في مجال التعدين والبحث عن الذهب، وذلك من أجل الاستحواذ على الثروات الطبيعية في سوريا، حيث تدرك تلك الشركات وجود كميات كبيرة من هذه الثروات في عدة مناطق في سوريا. أما عن الأماكن التي تتواجد فيها كميات الذهب والألماس في سوريا، فأشار الخبراء إلى أنهم بحسب الدراسات التي قاموا بإجرائها، فإن الموقع الأول الذي يحتوي على كميات كبيرة من الألماس يقع بالقرب من مدينة دمشق في سلسلة جبال القلمون، وأما الموقع الثاني فأكد الخبراء أنه يقع في المنطقة الشمالية الشرقية من سوريا، وبالتحديد في مناطق شرق الفرات، منوهين أن هذا الموقع فيه كميات جيدة من الذهب والمعادن الثمينة الأخرى. تلك الثروات الموجودة في سوريا أكد الخبراء أنه لو تم استخراجها ستكون كفيلة بتحسين الوضع الاقتصادي والمعيشي للمواطنين السوريين بشكل كبير. لكن المفاجأة أن السوريين لن يستفيدوا بتلك الثروات، لأن جهات محددة هي التي تستفيد منها، وبحسب الخبراء فإن عدة مناطق سورية أخرى فيها أيضاً مخزون كبير، وذلك من ثروات طبيعية قيمتها مرتفعة في الأسواق العالمية مثل الفلزات ومعادن المستقبل التي تدخل في معظم الصناعات التكنولوجية المتطورة.